أقيم قداس إلهي بحضور فعاليات رسمية وشعبية بعد إعادة افتتاح الكنيسة الإنجيلية الأرمنية في مدينة كسب بمحافظة اللاذقية وتأهيلها من الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية. حضر الافتتاح والقداس محافظ اللاذقية إبراهيم السالم وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح ورئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية الأرمنية في الشرق الأدنى القس مكاريج كاركوزيان. هذه الكنيسة التي دمرها الإرهاب منذ 3 سنوات وأكثر واختطفها لمدة 87 يوم وأعيد اليوم ترميمها بعد أن طهرها الجيش العربي السوري وأبناء كسب الشرفاء. مسيرة الحياة الانتصار والإيمان مستمرة في سوريا، سوريا التي كانت وما تزال يتعانق فيها الكنائس والمساجد. هكذا هي ألواننا وستبقى، هكذا هو جمال طيفنا الوطني في سوريا الخير. الأرض منحافظ عليها بالدماء، ما بدنا ننكر أنه دماء الشهداء يلي سقطوا لحتى يحرروا هالبقعة هيدي كسب، شهداء الجيش السوري البطل، بدنا نكرمهم، بدنا نكرم ذكراهم بالجهد من أجل الشيء يلي نذروا حالهم وأعطوا حياتهم من أجله. هيدي إحدى المحطات يلي نحن سنبني عليها آملنا وسنمد أفاقنا من كسب، لأنه كسب أرض يلي اختطف من أيدينا من قبل المجاميع المسلحة، ولكن خلال أشهر فقط وليس أكثر رجع الأراضي المقدسة أرض كيليكيا الأرمنية بحتة إلى وضموها الجيش العربي السوري إلى أراضي سوريا. سخرنا الله بهذه الآية، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دفعنا ودفعكم ودفع جيشنا لكي نعيد هذه الصروح والأخوة والترابط والتكاتف فيما بيننا. إعادة إعمار الكنائس في كسب وإصلاح ما خربته يد الإرهاب رسالة إلى العالم بأن الشعب السوري نسيج واحد ويد واحدة في الحفاظ على كل شبر من هذه الأرض.